لو الحكايه فيها ان فيتو حسام رزق الله اليوم تاجر بطاطس اللي هي الشيبسي، بتعاقد على 800 طن بطاطس، توريدها 4000 طن بطاطس، واكبر انتاجيه شفتها بصراحه في تبع شركتي. تبع الشركه دي؟ تبع شركتي. هو ايه دور الشركه اصلا اللي بتعمله مع المزارعين؟ دور الشركه هنا تجاب التسميد اللي هو البتسم اللي هو المستورد كله، وزرعت مع المزارع اللي هو وفرت لهم التقاوي وهي وعملت لهم كل حاجه بصراحه الشركه. طب الكلام ده زود الانتاجيه وكده؟ زود الانتاجيه لحد 15 طن بطاطس. عن كام يعني؟ هو كان من كام وبقى 15؟ 7 8 طن، وصل لحد 15 تقريبا الضعف. كان في واحد اسمه الحاج ربيع من جنبش بتاعه ما جابش شيء 6 طن، هنا وصل لحد. اتفضل اتعرف بيك. ماشي حضرتك سمير. بص يا عم سمير، مسيرتوا انتوا في المنظومه دي كمزارعين يا باشا دي موفره في النص، يعني في نص الكميه في الكمامه والسماد. لا انا عايزك بس من البدايه كده تقول لي هم اصلا يعني المنظومه دي بتوفر لكم ايه اصلا كمزارعين؟ وفرت لهم يجيبوا لي التجاوب ببلاش، تقاوي، سماد. وفرت له السماد يعني مثلا بدل احنا غمر كده الفدان بياخد له بتاع حوالي 10 قصاص كيماوي، نص 46 نص مثلا 33. تمام. والصابر كده كده بنحط له ورد عشان يمشيها زي السبخ يعني السبخ. وبوفرت نسبه من السماد ونسبه من الرش برضو ونسبه من المي. يعني مثلا الغمر بياخد فتره، لو انا مثلا في النقطات دي مدى المد نص شوال في الطنقطات ادي في الغام 3 و4. عشان يعني قللت في استهلاك الميه. وقلل الماء وقلل السماد. تمام. واستهلاك السماد لو في الغام يعني عم سمير كده يعتبر قللت في تكلفه الفدان. نص بالنص واكتر. يعني الفدان كان قبل ما تدخل في المنظومه دي كان بيصرف كام مثلا؟ كان يصرف له حوالي 7000 8000. دلوقتي دلوقتي ممكن النص او اقل كمان، يعني 3000 يعني. اقل من كده كمان. تمام. يعني يخش بثلاثة بارب. طيب الكلام ده ليه تأثير على إنتاجية الفدان؟ تأثيره كيف يعني؟ يعني الفدان كان بينتج قد إيه؟ ودلوقتي بقى بينتج قد إيه؟ دي السباق إحنا ما هنكررش لما نعرف المحصول ده بتاع الفدان ده هيجيب متوسط مثلا، متوسط قد إيه؟ يعني دي ممكن يعمل له إحنا حاطين له في حدود 10 11 12. كان بقى قبل ما يدخل في قبل ما نخش في دي إن السنة ملخبطة في موضوع التجاوي. كان عندنا من السنة اللي فاتت واللي قبل منها كان في فدادين بتوصل ل 12 و14. لا انا قصدي يعني بص يا عم سمير، يعني طبعا. الفدان ده بالمقارنه مع اللي زيه قريب الغمر. قريب الغمر زي ده ينتج دي قد ايه مثلا؟ يزيد عنه حوالي 3 طن 4 طن. ده تقريبا النص. تفرق برضه. طبعا. لا ده تفرق في الانتاجيه وكمان تكلفه اقل. ايوه هتوفر يعني هي مثلا اللي زادته هي وكمان هتزيد في زايده في المحصول وزايده فيها وموفرة في وتكلفة أقل. التكلفة أقل فتتيجي إنتاج في المكسب كل يعني. أنت يا عم سمير معلش قبل ما أختم معاك، أنتوا هنا في البلد ممكن تتجهوا بعد كده كله يرمي يعمل ري بالتنقيط، يحول الري بالنسبة له الري بالتنقيط؟ أيوه لو مثلا يتعمم السنة في سنة يعني بيه لجانها أفور من الغام هيتعمم إن شاء الله. ما أنا مثلا بكون زرع جرعة على أم أبو الفتح ولا الأستاذ وألاقي بينتج عني ما أنا أعمم زي. أكيد طبعا. كل عام وأنت طيب. شكرا يا سمير. مهندس ابراهيم ابو الفتوح صاحب قطاع الزراعه وصاحب الحقل الارشاد. عرفنا باشمهندس بقى ايه المنظومه اللي انتوا داخلين فيها دي؟ المنظومه فالريه بالتنقيط خدت بالك؟ في ناس وقفت معانا. انتوا متعاقدين مع احدى الهيئات واحدى الشركات؟ لا احنا التعاقد بيبقى من خلال التاجر. تمام. التاجر بيورد للتاجر بيستلم منه المحصول وبيسلمه في اسمه هو في المصنع يعني. انتوا دوركم ايه اصلا في المنظومه دي؟ دورنا احنا ان احنا طلعنا منتج صح اللي هو عايز المصنع بمواصفات خاصة بحاجات يعني عايزها المصنع تبقى كويسة معايا يعني في المحصول في الآخر يعني. تمام. خدت بالك؟ بالنسبة لل اتفضل بالنسبة للتوفير، بالنسبة للري التنقيط في توفير كتير في الأسمدة وفي المية وفي العمالة وفي الوقت وفي الجهد في كل حاجة بصراحة. هم وفروا لكم إيه بقى؟ بالنسبة للناس اللي كانت واقفة معانا وفروا لنا التجاوي خدت بالك؟ وازاي نستخدم مضادات المبيدات الفطريه اللي بتعالج احقان الجذور كويس. عملنا عمليه فرز للتجاوب قبل الزراعه مرتين، دي ما حدش كان بيعملها برضه قبل كده. لان الفلاح في الاول كان بيزرع الحبايه فيها اصابه. يعني هم وفروا لكم التقاوي والسماد والارشاد. التقاوي والسماد والارشاد ودعم فني. والمتابعه. والمتابعه دعم فني من استشاري كبير زي الدكتور. خدت بالك؟ تمام. ففي مميزات كتيره، توفير في الاسمده 60% توفير. طيب نتاج الكلام ده يا باشمهندس يعني الفدان كان بينتج قد ايه وبقى بينتج قد ايه؟ الفدان السنه دي في مقارنه، وانا زارع ري غمر عادي
هو ده ري تنقيط. وده تنقيط. الري غمر عادي ماشي معايا 11 الا ربع 10 ونص. تمام. من 10 ونص ل 11 الا ربع. هنا بسم الله ما شاء الله ان شاء الله يمشي 15. ما شاء الله. وفي فرق في التكاليف. التكلفه بقى في العادي زي في الغمر صرف عليه 10000. الفدان صرف عليه 10000 غير الايجار بتاعه. تمام. غير الايجار. هنا الفدان صرف عليه 6000. يعني فرق برضه تقريبا ضعف التكلفه. نص التكلفه. ايوه في فرق في المصاريف وفي التسميد وكل حاجه بصراحه. باشمهندس يعني انت رؤيتك ايه ان الموضوع ممكن يتحسن تاني عن كده؟ يعني شايف ممكن المنظومه اللي انتم متعاقدين معاها او اللي انتم شغالين معاها ممكن تضيف ايه تاني يحسن الانتاجيه عن كده؟ هو والله متهيألي ما فيش احسن من كده. يعني هم بصراحه ما اخروش في اي ده بيشجع فكره الري بالتنقيط كده. يعني بصراحه نستفاد منها السنه دي برضه. في ناس كانوا بيرشوا حاجه اسمها عنصر البورون. البورون ده بيعمل تصفيه للعرش بتركيز 11.7. ده بيركز السكر في الحبايه، بيعمل مشكله في بطاطس التصنيع. خدت بالك؟ انما احنا السنه دي اشتغلنا على البوتاسيوم. البوتاسيوم ده متخصص في تخزين النشويات من الورق للضرر. وده اللي فرق في الانتاجيه العاليه دي. فرق في الانتاجيه وفي المواصفات. استخدمنا نترات كالسيوم. نظرات الكالسيوم بتدي صلابه. تمام. يعني الحبايه تلاقيها صلبه، مش القشره بتاعتها قويه، تستحمل السفر وتستحمل التخزين. خدت بالك؟ ما يبقاش فيها مشاكل كتير يعني. كل عام وانت طيب يا باشمهندس. انت طيب تحت امرك يا باشمهندس. فيك.